السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة لمدونة عالم أندرويد 2015. إن شاء الله في هذه الحلقة سأريكم كيف يمكنكم تسريع الهاتف بدون برامج أو تطبيقات، كل ذلك بالذهاب إلى باراميتر ثم التوجه إلى بليس هنا ثم الى اوبسيون دو ديفلوب الذي لا تظهر لهم هذه الايقونه. كل ما عليهم فعله هو التوجه الى ابخوب خضلب غير هنا ثم التوجه الى فيريزيون دو لا باند، يعني نمغي دو فيريزيون هنا كما تلاحظون. تواصلون الضغط عليها كما تلاحظون انا ديجا اتي اكتيفي، ستواصلون الضغط عليها مرارا وتكرارا الى ان يقول لكم لقد تم اظهار الديفلوب اوبسيون ثم نتوجه اليها. لقد قمت بشرحها في فيديو خاص اوبسيون ديفل، كل هذه الاشياء قمت بشرحها في فيديو خاص ساضع رابطة لمن يريد التعرف على هذه الخاصيات. كل ما علينا فعله هو التوجه الى دي سين هنا كما تلاحظون، دي سين او ويندو بالانجليزية، ثم نتوجه الى اشيل انيماسيون فنتر ثم تضغطون عليها. كما تلاحظون هنا تظهر لكم عدة خيارات، واحد تكون في أغلب الأجهزة، أول خيار يكون هو واحد تكون عليه جميع الأجهزة. إن أردتم تسريعها تضغطون على الأنيماسيون إأكتيفي هنا ثم الأخرى كذلك يشير أنيماسيون ثم إنيماسيون ديري. كما ستلاحظون سرعة الهاتف تزداد السرعة ويمكنكم تبطئها أيضا. كل ما عليكم فعله هو التوجه إلى نفس ثم الضغط على يشير انيماسيون 10 هنا كما تلاحظون. الهاتف يصبح بطيء، ليس بطء ولكن تظهر الايقونات بشكل بطيء كما تلاحظون، لكن يمكنكم التحكم بسرعة هكذا. مثلا عندما تريدون الدخول الى اي شيء، مثلا نريد الدخول الى اي شيء تريدون، مثلا ميفي، شوف كما تلاحظون تدخل ببطء. كما تلاحظون هذا كل ما كان لدينا اليوم في هذه الحلقة. اتمنى انكم قد استفدتم. كل من استفاد المرجو وضع لايك للفيديو وصابون للحلقة ليشركم كل جديد. كان معكم اخوكم زهير مدونة عالم اندرويد 2015. الى اللقاء الى حلقة قادمة ان شاء الله مع درس جديد.